واكيد عرفتوا وصفتنا الطعمه السهله المنتو الكذاب. راح نجهز الخلطه مع بعض. راح نحتاج لحم مفروم، وراح نحط معاه كميه من البصل المفروم الناعم مره، وراح نحتاج كميه كمان من الثوم، وراح نحتاج من البهارات بس الفلفل الاسود والملح. كذا صارت خلطتنا جاهزه، ونجهز مع بعض رولات المنتو. نفس رقاق السمبوسه قطعته بالنص، وراح تحطي كميه من اللحمه اللي عملناها مع بعض وحتلفيها بشكل رول، ولا اسهل من كذا، وتحطيها في الصينيه. راح اخلص المقدار وارجع لكم. وكذا صارت اصابع المنتو جاهزه. ايش حنسوي؟ راح نسقيها بمويه مذوب فيها مكعب مرق الدجاج، شايفين كيف؟ وراح اغطي عليها بالالومنيوم وادخلها الفرن. هتاخذ تقريبا من 25 الى 30 دقيقه. وهذا المنتو تدوب طلعته من الفرن. طبعا لازم من رشة الكمون، واحلى شيء الشطه.